اليوم بصدد تنظيم واحد اليوم دراسي حول التنمية الحضارية المستدامة ديال الأحياء التاريخية بمدينة الدار البيضاء وتأهيل ديال المجالات ديال هذه الأحياء. كنقصدوا التأهيل العمراني والتأهيل الاجتماعي والبشري والثقافي والاقتصادي وخاصة الحي ديال المدينة القديمة وديال درب السلطان. هذا اليوم الدراسي كيتنظم في إطار الحملة اللي منتدى المواطنة كيساهم فيها ديال النهوض بالمدن المستدامة وباستدامة المدن، وكيأتي في السياق ديال الجهود اللي كدير السلطات العمومية الآن ديال تأهيل مدينة الدار البيضاء، واللي هو جهد راه مركزي ومحلي. وهذا الجهد ديال تأهيل مدينة الدار البيضاء ومعالجة الاختلالات ديالها التنموية والأعطاب ديالها التنموية وتحرير المجالات ديالها وتسمين وتمكين الإمكانات والموارد ديالها البشرية والاقتصادية والاجتماعية، خص في القلب ديالو تكون الأحياء التاريخية. الأحياء التاريخية ماشي أحياء عشوائية، ماشي أحياء غير مهيكلة، ماشي أحياء فقيرة، هي أحياء مهيكلة، هي القلب ديال الدار البيضاء، هي النواة الأساسية ديال الدار البيضاء، هي خزان ديال ذاكرة ديال الدار البيضاء ونمط عيش ديال الدار البيضاء وديال خبرة حضارية وثقافية واجتماعية واقتصادية ديال الدار البيضاء. خص يوقع التأهيل ديالها، تأهيل ديال الموارد ديالها البشرية والإمكانيات ديالها البشرية، تأهيل المجالات العمرانية ديالها والمجالات والإمكانات الثقافية والمهنية، على أساس أننا كنأهلوا مدينة رحنا كنأهلوا هوية، كنهيئوا مجال بشري وثقافي واجتماعي. خص يكون توازن ما بين التركيز على الإمكانات والبنية التحتية والتجهيزات العصرية والحديثة ديال مدينة الدار البيضاء، وهذا مهم وأساسي، ولكن عود مع الهوية والذاكرة والعمق البشري والتاريخي والاجتماعي ديال الدار البيضاء. وبالتالي خص من السلطات العمومية والمجالس المنتخبة ما يتعاملوش مع هذه الأحياء التاريخية كأحياء عشوائية أو فقيرة أو غير مهيكلة. هذه أحياء راه مهيكلة ومنظمة، عندها موارد، عندها إمكانيات، وتدر الآن في الوضعية ديالتها الحالية تدر ملايير المداخيل على الخزينة ديال الدولة وعلى الجماعات المحلية في الدار البيضاء. لهذا خص التأهيل ديالها باش تكون في قلب النهوض بالعاصمة الاقتصادية والمتروبول ديال المغرب. اليوم نحن بصدد تناول إشكاليات المحافظة على الأحياء القديمة بمدينة الدار البيضاء، وسيتم التركيز على المدينة القديمة محاطة بالأسوار وكذلك درب السلطان. وبطبيعة الحال التركيز على هذين الحيين لما لهما من دلالات، تعتبران من أقدم الأحياء في مدينة الدار البيضاء، وبالتالي التركيز على هذه الحيين كيتعتبر منطلق لمحافظة على هوية ديال مدينة الدار البيضاء، المدينة القطب الصناعي، القطب الاقتصادي الكبير، القطب التجاري، الحفاظ على هوية وتمييز مدينة الدار البيضاء يقتضي المحافظة على هاد القطبين الأساسيين في مدينة الدار البيضاء، المدينة القديمة ودرب السلطان.